عاد نتذكر قضية الاغتصاب أو قضية اللي يصير بالسجون. القضاء يسجن، أنت تنفذ. لما نقول لكم أكو خلل دعونا نتناقش مع أصحاب الخلل. ليش ما يطلع السيد المدير؟ وليش أنت ما تأمر السيد المدير يطلع؟ هلا هلا بالناس، هلا هلا بمشاكل العالم. 200 مرة حكينا على 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 مدير سد التاجي، وألف مرة حكينا على التجارة، وألف مرة حكينا على الرافدين. ونايمين إذن من طين أو إذن من عجين، لأنه هاي حقوق الناس، هاي له حق الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر والزعيم الفلاني والزعيم الفلاني. كان شقيت هدومكم، بس يجي يوم اللي الناس تسويكم مصاليخ بالشوارع، والله العظيم ليأتي عليكم يوما تصيرون فرجة، حتى ذني لي قمزا على الشجر ما راح تشوفوها. لكم يابا ارحموا انفسكم، لكم يابا بطلوا هاي عمات العين، لكم يابا بطلوا هاي السلافة، ولكم انتسبوا لكم الى ظهر زلمة، ولكم تذكروا انه انتو رضعتكم امهات. خلوا لكم شرف في حياتكم لما الناس تصرخ من ألمه. ما يصير كل من يصير مسؤول يهين العراقيين بالطريقة اللي يعتقد بها. ولك انت شي يجيبك شرف على العراقي؟ ولك هذا العراقي اللي يدق رجل بالتاريخ. نسكم البارحة كنتوا تبيعون شنابر، نسكم البارحة عفاي، نسكم البارحة مجادية، يوقفوكم سرة حتى يطوكم لقمة خبز. جابكم الوطن ولفاكم ونظفكم من جديد وصرتوا قيادات، أو هسه نسيتكم تسولفون معلق على الشعب العراقي. لا والله تخسون، تخسون كلكم. العراقي أشرف وأطهر وأمل، هذه مرحلة نعيش بكل آلامها. لكن أنا حريص ومن هذا المنبر الحر أن أسجل للتاريخ هذه الرزالات وهذه النذالات وهذا التاريخ العفن. قبل شوي انا كنت احكي بطلابه السجين مال ابو غريب، مال ابو غريب، مال التاجي. جاسم شلونك؟ بعد شلونك استاذ زجل؟ من انت جاسم ترتيب السعيد؟ شلون كيفك؟ الله يحفظ اخوي. جاسم ترتيب كريم السعيدي، الله يحفظك استاذ زجل. انت منين؟ من يا محافظه جاسم؟ استاذ زجل انا عندي اخو، عندي اخوي. انت من يا محافظه؟ وعندي جاسم. انا عفوا من محافظه النجف بس ساكن حاليا محافظه كربلاء. زين، ايش بيه اخوك؟ ليش انسجن اخوك؟ شنو تهمته؟ اخوي انا اخوي تهمته اخوي داوم بدر. بدر فوق مغاوير بدر. ايه يداوم مساعد امر فوق مغاوير بدر. ضابط يعني؟ ايه فصارت عده غسل يا جماعه بالعصائد. يعني عندي حركه وياهم شخصيه. ايه جابوا مخدرات حبوب لبوهن بسيارته، وصل السيطره اليمنى ما تفتش، هاي مال الشاميه ما تفتش اي واحد. فوقف واحد منهم بالسيطره قال لهم هذا محمل مخدرات، اخذوا كسره وديه في اليمين. اعترف قال لهم مالات مالات. بعدين اخذوا الحكم، الحكم 10 سنوات. شو اسمه بالله اخوك السجين؟ شو اسمه؟ شو اسمه السجين؟ السجين فاضل كريم. فاضل ترتيب، فاضل ترتيب كريم. هذا مريض بالسجن حاليا، هو مريض بالسجن بغريب، مريض يعني حالته تعبانه كلش. اي ومريض، نودي العلاج ما يطببون للعلاج، يكتب لنا اياه هو العلاج واحنا نجيبه ما يطببونه. ف اكو ضابط قلت له عمي ما يصير، الله ما يرضى، وانا خيك هذا شايب وانا معجل والعقال والاحترام. قال اخوي الله بالخير علي، قلت الله بالخير. قال عندنا عمر من مدير السجن مال التاجي بالنسبه احنا يموت لا ونسلم لكم علاج ما يطب له. اي مهم هم عندهم. اقول لك اخوي جاسم، انا مدير مدير سجن التاجي، اظل اتابعه، اظل وراني هواي قضايا. أيه. بس يمكن بهاي القضيه الرجال حقه. أيوة. لان اخوك متعاطي، متهم بالتعاطي. أيه. مع الحبوب، خافوا تودون له حبوب ويخافون مخدرات.
فانتوا طلبوا منه والله العظيم العلاج هم نقله لمستشفى او يسلم او يسلم العلاج يا مدير السجن التاجي باشراف الطبيب الموجود. هسه ترى هي مو قضيه اراده لها حل يا سعاده المدير، اذا انت كلش حريص وتخاف هذا يبلع يجيبون العلاج يسلمونه للطبيب والطبيب يعطيه اياه. هذا هسه هي اراده لها علم. بس عمو شويه تواضعوا تواضعوا، ترى مثل ما واقفين على ولد اليوم بالسجون باكر نوقف عليكم بالسجون. وهلا هلا بالرحمة والله صحيح. مريض الثبتة مريض الطيل الطبيب. اي جاسم اي اخو زين، اكل لا يطب لهم، دقائر لا تطب لهم، ملابس لا تطب لهم، زين باكر دقائر يبيعونها ب 4000 و5000 دينار. زين انت يا قال لك العصايب اخويا جاسم، ها انت يا قال لك العصايب هم حاطين الحبوب لاخوك. هو يقول اخوي، هو يقول يا اخوي يجوز مو هم. بس احنا عندنا حظ وبخت، نقدر نحكي على العصايب، نقدر نحكي على بدر، احنا شنو الناس الفقراء ذولا. هو صار اي استاذ نجم، استاذ نجم هو هسه احترم وصار المالاكب ما لا يا الله يقول احترم صار المالاكب اليوم. اي اخوي هو تحملها مو اله هذا مو سيد وزير العدل سيد سالار. هم مره رد على تليفونك لو افتح بابك زين، هسه اتصلت وزير على وزارتين، الولية دبو التاجي خلي يسمع الناس في دول عينك او الطيني اياه بلقاء يتكرم علينا معالي الوزير ان يرد علينا مشكورا. اي والله بحت اصواتنا ونحن نناديكم. شنو الحكي هذا يا سياده الوزير؟ شنو هالسوالف هاي؟ شنو المدير مكتبك خلي خابره المدير سجن التاجي يقول لنا انفضحنا من وراك.